مكملين مع حضراتكم طبعا كلامنا على نهائي الكاس، واكيد كلنا يعني مستنيين هذه المباراه، وكلنا يعني ان شاء الله بنتمنى فوز الفريق النادي الاهلي على المصري طبعا واحراز كاس مصر. يعني بقى لنا فتره زي ما بنتكلم يعني الكاس ده مش موجود داخل جدران النادي الاهلي، فان شاء الله تبقى مباراه مميزه للفريق، خصوصا يعني بعد حاله الاطمئنان الفني على الفريق من خلال اخر مباراه امام سموحه وفوز النادي الاهلي 4-0 على فريق سموحه القوي. هنتكلم على نهائي كاس مصر، واكيد ذكريات كبيره او كتيره مع نجومنا، ويعني اكيد نجومنا احرزوا هذه البطوله مرات عديده من خلال طبعا تواجدهم معانا. هنتكلم على هذه الذكريات وايضا رايهم في هذه المباراه. معايا طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن محمود ابو الدهب. برحب بك يا كابتن محمود. اهلا بك يا كابتن فاروق. انا سعيد ان انا ببقى موجود معاك، وسعيد طبعا بالكابتن احمد سلام، بقالي فتره ما شفتوش يعني، انا بشوفه في التلفزيون ومدير فني يعني تقدير. انت جامد قوي، جامد الخبط ده يا كابتن. الحمد لله. الحمد لله. ايضا كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي والمدير الفني لفريق طلائع الجيش كابتن احمد سامي. كابتن احمد مساء الخير عليك. مساء الفل. نور يا كابتن. نورك انت حبيبي يا كابتن. انت ضحكت؟ اه طبعا. بص يا جماعه، كابتن هو قدام قبل ما يخش الاستوديو وقع. لا بس انا لحقت، انا هو فضحنا. لياقه بدنيه عاليه. لا ما كانش بيقع في الملعب، ما كانش بيقع في الملعب انت خالص. انت لعيب اللي هو يعني اللي بيقولوا اصحاب الكرافتات الشيك اللي بيبقوا واقفين كده على رجليهم. لا دايما لا عايز اقول لك لا شويط طبعا دي حاجه ثانيه. بص يا كفرو، يمكن انا يمكن الحمد لله رب العالمين، وانا كنت بلعب يعني ما كنتش بحاول ان انا ايه يعني اعمل تاكل خالص. لا ما عملتش تاكل، انت كان في الفراوده بتخاف منك. يعني انت اصلا كان في فرود يخاف منك، اول ما يبص لك كده، حتى كان يجي حتى في فراوده كان يجي يقول لي ايه، انا ببص لك ببقى خايف. قلت له هو تركيز بس، عارف انت الميزه ان انت عاوز تقطع الكوره وانت واقف. يعني حتى انا بستغرب جدا لما بشوف دلوقتي سيرفيكات او في زحلق كتير بتعمل تاكلين على الفاضي وعلى المليان، ما انت ممكن تاخدها وانت واقف وسهله جدا وتقطع وتسلم. لكن دلوقتي في ناس بتعمل يعني تاكلين وتعمل ضربات جزاء وتعمل مصايف في الكوره. صحيح. فالحمد لله. طب قول لي بقى كابتن ابو الدهب، احرز كام بطوله كاس مصر مع النادي الاهلي؟ لا للاسف يمكن انا لعبت بطولتين، يعني البطوله اللي احنا اتغلبنا فيها مع النادي الاسماعيلي، والبطولة الثانية خدناها كنا مع نادي المنصورة. يعني بس اخدت دوري مع النادي الاهلي؟ لا اخدت اربعة دوري. اربعة دوري مع النادي، خدنا اربعة دوري مع النادي الاهلي، وخدت كأس مصر، وخدنا البطولة العربية مرتين ثلاثة. و حجم بطولة كبيرة طبعا. لا طبعا ما شاء الله. لا بص هقول لك حاجة، أي لعيب في الأهلي أو يلعب في النادي الاهلي بيبقى شرف كبير جدا إن هو بيعمل إنجاز. يمكن أنا دايما كان فاروق بقولها، في لعيبة كبار أنت لعيب كبير، إن حتى لما تيجي بتبطل بتقول أنا أحرزت عملت إنجازات أو خدت بطولات مع النادي. في لعيبة كتير جدا بتبطل بتقول ما عملتش حاجة في الكورة، تقول أنا ما خدتش بطولة، ما هو ده تاريخ بيتسطر. إن أنت فدي ميزة إن أنت بتلعب في النادي الأهلي. يعني الكابتن أحمد سامي لعب معانا، الراجل بيقول لك أنا خدت ساهمت إن أنا أحرزت دوري أحرزت كاس. أنا لما أجي أبطل بقول لأولادي مثلا أنت كنت بتلعب كورة، أقول لهم يقولوا أنت عملت إيه؟ أقول لهم أنا خدت دوري وخدت كأس وخدت بطولة أفريقيا وخدت البطولة العربية، فده كله بيبقى تاريخ في الكورة. طبعًا. فطبعًا أنا بحمد ربنا طبعًا، وكان شرف ليا إن أنا ألعب في النادي الأهلي طبعًا. أيوه. كابتن أحمد يمكن واحد من نجوم النادي الأهلي، وكنت جاي في جيل صعب كمان، لكن شاركت في انك تحصل على بطوله الدوري مع النادي الاهلي وايضا بطوله كاس مصر. ذكرياتك بس انت ما ضحكتش برضه عشان كان لا ضحك 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 لا لا ما ضحكش والله فضل ثابت والله ضحك بس انا اللي قاعد انا ضحكت هو جري عليا شني بصراحه لا انا ما اقدرش اضحك عليه لا حبيبي يا كابتن احمد انت حصلت على بطولتين، بطوله كاس مصر وبطوله ايضا دوري ممتاز مع فريق النادي الاهلي. كانت بطوله كاس مصر كان امام مين يا كابتن؟ كان اسوان. كان كانت الدوري كان الزمالك هو كان فريق احلام ساعتها، واحنا كنا بعيد عنه بحوالي 13 بونت، وكانت الزمالك كان لامم نجوم مصر كلها، واحنا كنا برضو فرقه قويه، بس كان عندنا روح وقلب وقتال في الملعب، وعوضنا الفرق النقط دي وخدنا البطوله قبل اخر ماتش الدوري، وكان بقى النهائي بعد الدوري على طول الماتش اللي بعده. كنا مغلوبين من اسوان 1-0، الدنيا بقى كان الاستاد مقفول وكنا مغلوبين من اسوان 1-0 في الاول، وبعد كده كسبنا 3. يعني كان مين بقى في الاسوان في التوقيت ده كابتن لو تفتكر؟ عماد النحاس كان موجود. كان موجودين برضو الشله بتاعت اسوان دي اللي هي راحت بقى الاهلي وراحت الاسماعيلي وراح كان موجودين.
عمرو فهيم ما كانش لسه راح. لا متهيألي لسه. كان صغير لسه. كان صغير عمرو فهيم. طيب خلينا يعني اكلمك على كابتن ابو الدهب. ابتدي بجزئيه ان النادي الاهلي وصوله للمباراه النهائيه جه على حساب سموحه، وزي ما احنا شفنا حاله اطمئنان بالنسبه لنا احنا وانت بتتفرج على مستوى فريق النادي الاهلي كبيره جدا، نتيجه طبعا الاداء ونتيجه الفوز بنتيجه كبيره على فريق يعتبر من الفرق القويه في الدوري الممتاز والفرق الموجوده حاليا بشكل قوي جدا في الدوري المصري. بتشوف ازاي الفوز ده والوصول للمباراه النهائيه والاستعداد طبعا كابتن حسام بدل المباراه النهائيه؟ بص يا كابتن، لو كلمت اي حد بيشجع النادي الاهلي وهو قاعد بيتفرج عنده حاله تفاؤل او ثقه ان النادي الاهلي هيكسب في اي وقت. يمكن اللعيبه عندها فوقان كبير جدا، اللعيبه فايقه، كل اللعيب فايقه. اللعيبه كمان في ميزه ان الكابتن حسام من بدري عمل حاجه كويسه ان هو ادى راحه لبعض اللاعبين، فدي فرقت معاهم بشكل كبير جدا. النهارده حتى اللعيب اللي بيغيب او اللعيب اللي بينزل مكانه ما بتفرقش، بشكل بيأدي وبيأدي بصوره كبيره جدا. كل اللعيبه جاهزه. يمكن انا بحسد الكابتن حسام، يعني بقول ما شاء الله ان النادي الاهلي عنده فرقتين كويسين جدا وعنده لعيبه جاهزه بشكل كبير جدا. يمكن متسيد المباراه من اول 90 دقيقه، انا حتى واحنا قاعدين بنتفرج حاسس النادي الاهلي هيجيب جون في اي وقت. النهارده كمان في ميزه في النادي الاهلي يا كابتن فاروق ان انت عندك الدكه، ان انت اي حد بينزل بيبقى في حلول او في ان اللعيبه هتنزل هتهدف. يعني في صالح جمعه بيبقى موجود بره، كان في حسام غالي موجود بره، في عماد متعب، في مؤمن زكريا. يمكن اللعيبه دي لما نزلت عملت الفرق بشكل كبير جدا. لعيبه فايقه، لعيبه عندها تركيز. الحاجه الثانيه يا كابتن، يمكن الكابتن حسام بدري عاوز يعمل انجاز شخصي ان هو احرز الدوري، عاوز ياخد الكاس بالمره على اساس ان هو يقول ان النادي الاهلي متواجد بشكل كبير جدا في الفتره دي، وايضا انجاز للاعبين نفسهم وفي تاريخهم. كابتن ابو الدهب انت بتتكلم انا حصلت على كذا كذا كذا، يعني ده اعتقد طبعا لازم يتحط في اذهانهم بشكل طبعا. انت النهارده كمان انت النهارده النادي الاهلي، يمكن احنا جينا الكابتن احمد سامي بيتكلم عليها، ان انت في الفتره ديت في فريق الاحلام انت خدت 5 بطولات، يعني لعبت خدت افريقيا وخدت البطوله العربيه وخدت النخبه وخدت الدوري وكاس، فدي طبعا بتبقى انجاز كبير جدا للنادي الاهلي. اللعيبه لازم تحطها في دماغها ان شاء الله. طيب يعني قبل ما اروح للمباراه النهائيه واقول لك رايك فيها كابتن ابو الدهب، برضه رايك في المباراه اللي امامنا على الشاشه، مباراه سموحه، تشوفها ازاي؟ لا بص، انا شايف النادي الاهلي كان بيلعب باريحيه كبيره جدا. يمكن احنا خروج النادي الاهلي من البطوله العربيه يمكن ده اديته دافع كبير جدا بشكل كويس. فرقه سموحه يمكن هي لعبت في البدايه اول ربع 10 دقائق كابتن سامي ان هم ابتدوا كان بيتحركوا ومسكوا كوره، لكن يعني بعد كده الاهلي تسيد المباراه بشكل كبير جدا. اللعيبه كلها عندها فوان. يمكن شفنا احمد حمودي راجع بشكل كويس، لعيب كويس، يمكن يعني كان اكتر ضيع اكتر من فرصه. حاجه ثانيه عندك اجاي هداف قدير جدا، وليد سليمان اثبت انه من اللعيبه المحترمه جدا واللعيب مجتهد واللعيب يصنع الفارق. فدي يمكن انا شفتها ان النادي يعني الجون الاولاني فتح المباراه بشكل كبير جدا في الماتش ده. طيب كابتن احمد، رايك في المباراه وبتشوف الفوز الكبير ده بيدي اطمئنان للجمهور حتى في المباراه النهائيه، خصوصا ان انت تلعب فريق قوي، فريق شرس زي ما بيقول عليه. ماتش سموحه مش مقياس خالص، لان سموحه شكلها ما كانش بتتمرن او بدنيا بعيد. الاهلي طبعا جاهز وفرقه جاهزه، فهو يعني الفرق كان واضح قوي، ما وصلوش حتى بهجمه سموحه من بدايه الماتش. 3 خطوط في نص ملعب الاهلي وما فيش، فانا بتكلم فنيا يعني، وما فيش اي خطوره. الاهلي كسب من غير مجهود. طب لكن مش دي مقياس لفريق المصري مثلا. لا مش لا مش مقياس الماتش ده للنهائي. ماتش النهائي بقى صعب جدا، خصوصا ان الاهلي برضو في البطوله العربيه بغض النظر بدا البطوله العربيه وحش بشكل وحش، حاول يلحق نفسه لان ما كانش فيه تركيز قوي من بدايه البطوله العربيه ان هو نازل ياخدها. كان حتى الناس، كنت انا معترض على موضوع ان الناس ما بتلعبش بتلعب. النادي الاهلي المفروض يعني 30 لعيب مستواهم قريب من بعض ولاعيبه بملايين. وان كان في ناس بعيده ما بتشاركش، لا هو دور الجهاز الفني ان هو يقرب المسافات في المشاركات ويعمل روتيشن، لان مش فيش فرق كبير جدا بين اللعيبه وبعضها. انا ما ركزش، انا النادي الاهلي مشكلته ان انا بركز على 14 لعيب بس طول الدوري. ما اقدرش يستحمل، ما اقدرش اللعيب يستحمل. انت عندك 30 لعيب و30 لعيب جايبهم بملايين. في نفس الوقت لازم يبقى واصل للعيبه انها تعمل مجهود في التمرين على اساس يشارك. انا طبعا انا مش موجود معاهم في التمرين، بس انا بكلمك على الرؤيه اللي انا شايفها. في ناس متجنبها خالص ما بتلعبش، ودي لما تلعب هتعمل مشكله. لكن مش ماتش سموحه مش مقياس، مش لان مقياس. ماتش المصري هيبقى صعب جدا. لكن يعني انا بتكلم في جزئيه ايه؟ اوكي، ممكن انت بتقول سموحه كان عنده حاله من لا قعد فتره، اصل نظام الكاس في مشكله اللي هو اللي هو الدوري خلص
وانا قاعد بقى مستني واللعيبه طبعا عايزه تاخد اجازه فبيحصل شوك. انت عندك النادي الاهلي معلش برضه كابتن احمد وانا بكلمك النادي الاهلي مختلف. عنده لعيبه بتلعب طول الموسم وده حاجه يعني حاله من الاجهاد بتبقى موجوده عندهم. ما انا بقى انا ده عندي 30 لعيب بالمقارنه مع 30 لعيب وانا لازم اعمل حسابي على كده. ما النادي الاهلي بطولاته كتير وبخش ونادي هو احسن نادي في مصر فانا لازم اجهز 30 لعيب صحيح لان انا مش هقدر اخش كل البطولات. لكن انت من وجهه نظر كابتن ابو الدهب برضه ان سيبك انت من الحاله الفنيه للفريق قدامك انت بتطبق حاجه وبتنفذها وبشكل مميز وبتحرز منها اهداف ما دي في حد ذاتها بتخليك نمره واحد في كل الشغل ده نواحي البدنيه. انت بتلاعب فرقه من نواحي البدنيه بتاعتها انا شايف ان هم نازلين مغلوبين. النادي الاهلي حالته كويسه بس مش مقياس لان الحاله البدنيه والفنيه بتاعت المصري كويسه جدا فهيبقى ندي ليك فانت لازم يبقى تركيزك عالي والنادي الاهلي يعني متعود الماتشات الصعبه والنهائي اللعيبه تركيزها بيعلى قوي حاله التركيز عاليه. طيب كنت عايز تعلق على جزئيه لا يمكن انا بتكلم يمكن لعيبه النادي الاهلي عندها مسؤوليه كبيره يعني على في المباراه النهائيه عندها مسؤوليه كبيره وعندهم يمكن انا شفت يمكن الكابتن احمد سامي يكون كل اللعيبه شاركت زي ما بيقول ان 30 لعيب لازم يكونوا على مستوى واحد حتى يمكن احنا شفنا في فرق يا كابتن احمد ان انت اي لعيب بيلعب او بيبقى متواجد في لعيب لو غاب ما بتحسش بفرق كبير جدا يعني شفنا عبد الله السعيد لو غاب بيبقى موجود وليد بيبقى موجود صالح جمعه لو باسم علي ما كان احمد فتحي فما بتحسش انت عندك بس مشكله في القلب هي دي الوحيده باحتراف احمد حجازي هي دي النقطه اللي انت بتتكلم فيها لكن انا بتكلم ان اللعيبه كلها عندها ثقه كبيره جدا في النهائي زي ما بقول الكابتن احمد انا المباراه صعبه يعني مباراه من اصعب المباريات اللي انت ممكن تتفرج عليها احسن فرقه في مصر يعني عندك احسن فرقه في مصر بدنيا المصري كابتن احمد انت عندك دلوقتي فرقه النادي الاهلي اجهز فرقه موجوده في مصر النادي الاهلي يعني انت لو انت بصيت النهارده ماتش سموحه والنادي الاهلي هتلاقي فرقه سموحه ممكن ما كنتش لعبت ماتشات من فتره لكن الاهلي كان موجود في الدوري وكان موجود في البطوله العربيه وموجود في افريقيا فاجهز فده يمكن هي فرقت مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا ان النادي الاهلي جاهز بدنيا وفنيا بشكل كبير كمان في حاجه كمان الحاله الفنيه عند اللعيبه عليت بشكل كويس يا كابتن احمد كان في لعيبه برضو خايفه انها في لعيبه هتقعد في لعيبه هتمشي يمكن احنا شفنا يمكن البطوله العربيه افرزت لك لعيبه كويسه زي عمرو بركات في باسم علي في صالح جمعه عاد بشكل كويس جدا فاعتقد ان المباراه اللي جايه فعلا صعبه. طيب كابتن صعوبه المباراه الجايه اللي انت بتتكلم عليها وفريق المصري ما يميزه واللي ممكن كابتن حسام البدري ممكن يكون بيعمل حسابه بالنسبه لفريق المصري؟ نواحي بدنيه فقط. بص المصري بيقول لك الميزه طبعا في نواحي فنيه كابتن حسام عاملها وفي تكتيك بيعمله قدام بس الكلام ده محلول يعني ممكن الاهلي يواجهه ما فيش مشكله بالنسبه له لكن النواحي البدنيه من الدقيقه لما اتفرج على الماتشات بتاعت المصري من الاول دقيقه لاخر دقيقه لعيبه بتعمل اقصى جهد وما فيش دروبات يعني ما تلاقيش في دروبات فدي اصعب حاجه هتواجه النادي الاهلي النواحي البدنيه لان رجوع المصري الاهلي حتى لو جاب جون رجوع المصري بيبقى يعني ايه يعني النواحي البدنيه مساعداه في الموضوع ده لكن النواحي التكتيكيه والنواحي البدنيه موجوده عند المصري وفي شغل بيتعمل الكابتن حسام بيعمله وفي نفس الوقت النادي الاهلي برضه نفس القصه يعني النادي الاهلي انا بكلمك عن المصري ليه؟ النادي الاهلي يعني ايه الشغل واضح فيه يعني الشغل واضح فيه وهم احسن فرقه السنه دي مستوى ثابت واحسن فرقه ما دخلش فيها اجوان اكتر فرقه متزنه هي بس هي بطولة عربية اللي عملت مشكلة شوية لكن الفرقة على المدار بطولة أفريقية والدوري والكاسة وصل النهائي في ثبات في المستوى وأحسن فرقة في مصر دلوقتي فأنا بكلمك على المصري هيواجه الأهلي فالمصري خلي بالك النواحي حافز كمان حافز فظيع يعني بتشوف الحافز عند مين ممكن يكون الأكثر أو أنت بتشوفه لعيبة مثلا ممكن في نادي المصري كابتن أبو الدهب وأنت لعبت في النادي المصري قبل كده مش نجوم او ما عندهمش اللاعب النجم فبالتالي جعانين بطولات زي ما احنا بنتكلم او نفسهم يحصلوا وصولهم للنهائي ده بيخلي برضه في شراسه في المنافسه طب والاهلي عايز ياخد الكاس بقاله كتير ما خدش الكاس بالظبط كده يعني بس المصري طبعا فرصه عمره هيقابل الاهلي خلي بالك لو الاهلي كان اتغلب مثلا من سموحه ووصل سموحه مع المصري مش هيبقى الحافز زي ما انا كمول لعيب وبلاعب الاهلي كل حاجه متشافه وهلاعبه في السوبر تاني فالحافز موجود يعني هتلاقي التركيز عالي جدا من المصري وعاملين حسابهم فلازم طبعا نادي الاهلي يواجههم بنفس التركيز لان ممكن يحصل مشكله لو انا حاسس ان الموضوع خلاص الكاس بتاعي هتحصل مشكله في الموضوع. طيب كابتن الدهب يعني حته انت وجودك في النادي المصري ووقت من الاوقات حته النجوم اللي انا بتكلم عليها دي كانت بتفرق كتير لكن
حاليا كابتن حسام حسن بيعتمد على مجموعه من اللاعبين صغار السن وفي نفس الوقت ما عندهمش حته النجم، هي حته الفريق والجمعيه باستمرار، بتشوفها ازاي برضو في هذه المباراه؟ بص يمكن انا بتفرج على فرقه النادي المصري او متابع ليهم، فرقه المصري يمكن كابتن حسام حسن ما بيخافش من اي فرقه، دي ميزه ده مديها للاعبين، يعني مديها للعيبه بشكل كبير جدا. يمكن عايز اقول لك على حاجه، فرقه النادي المصري بتضغط من عند ال 18، يعني شفنا ان الفرق بتضغط، يمكن الكابتن احمد سامي لاعب المصري او عارف ان فرقه المصري بتضغط. الكابتن عندهم حاجه ميزه كمان، ان هم مضايقين المساحات، بيعرفوا يضيقوا المساحات بشكل كويس، بيضغطوا على الكوره، بيحاول ان هم يستخلصوا الكوره بشكل كويس، بيلعبوا بباص من لمسه واحده، ما بيحدش فيهم بيتفزلك يا كابتن. الحاجه الثانيه يمكن حضرتك قلت الحافز عند الفرقتين، يعني يمكن انا بنتكلم بقى كوره، ان الحافز النادي الاهلي زي ما قلنا ان بقاله 10 سنين ما خدش كاس مصر. الحاجه الثانيه ان مدينه باكملها بورسعيد نفسها تحصل على الكاس، فهتلاقي حتى الطموح ما يبقى مشروع 50-50، حتى الفرقه يمكن البلد او بورسعيد عندهم مدين فرقه النادي المصري دفعه كبيره ان هم يقدروا يحرزوا الكاس، لكن هم برضو في نفس الوقت هيواجهوا فرقه كبيره جدا طبعا. زي النادي الاهلي، دي المشكله. لكن فرقه النادي المصري ممكن النادي الاهلي عنده خبره النهائي، يعرف يتعامل في الماتشات النهائيه، النهائي زي نهائي افريقيا، نهائي كاس مصر او اي فرقه. لكن النادي المصري ممكن تكون مشكلته بس يا كابتن ان هم عندهم قليلين في خبرتهم او عندهم الخبرات قليله، لكن هم كان كاداء جماعي النادي المصري ما فيهوش نجم، لكن اداء جماعي بشكل كبير جدا يعرفوا يلعبوا بشكل كويس. حاجه ثانيه بيلعبوا السهل بلغه الكوره يا كابتن، بيلعبوا السهل، ويمكن الكابتن حسام حسن برضو مديهم دفعه كبيره جدا، يمكن احنا كلنا لعبنا معاه، ويمكن احمد وانا وانت فرو لعبنا معاه، يمكن هم مديهم حماس او مديهم دفعه كبيره جدا في الملعب، فدي يمكن اللي يسهل مباراه زي كده للنادي الاهلي يا كابتن حسام. لازم اضغط من بدري، انزل من اول المباراه، اللعيبه تبقى عارفه ايه، عارفه ان هي عايزه ايه من المباراه، ان انا اقدر اجيب جون، لان خلي بالك واحترام الخصم، احترام الخصم، لان الخصم اللي انت هتلعبه مش شك انك يعني حتى في صحيح كابتن حسام البدري ان هو على فريق مصر لا بيحترم فريق مصر بيتكلم عليه بشكل مميز. لا انا بتكلم في الملعب يا كابتن، انت بتحترم طبعا. تحترم الخصم اللي في الملعب، اللعيبه تنزل عارفه هي عايزه ايه من المباراه، مركزه في المباراه 90 دقيقه، عارفه ان اي خطا او اي احراز هدف ممكن يفتح الجيم. فدي يمكن الحاجه الثانيه ان فرقه النادي المصري النادي الاهلي انا اعتقد ان بيعرفوا يضيقوا المساحات جدا، بيضغطوا على الفرقه بشكل كبير جدا. لازم النادي الاهلي في الماتش ده نلعب اللمسه واحده او من السهل من باص بالرجل للرجل زي ما بيقولوا في الكوره. طيب خلينا نروح لفاصل كابتن احمد كابتن محمود، وعايز اتكلم على جزئيه كانت ممكن النادي الاهلي بيعاني منها في البطوله العربيه، حته المشاكل او الاخطاء الدفاعيه اللي كانت موجوده سواء في المباريات البطوله العربيه في الفتره اللي فاتت، كابتن حسام هيحلها ازاي؟ وخصوصا كمان ان انت كنت يعني الفتره الجايه انت محتاج لعيبه في خط الدفاع، خلاص المباراه اللي جايه خلاص ما فيش مشكله، لكن ما بعد كده ان شاء الله. هروح لفاصل وارجع اكمل كلامي مع نجوم مصر كابتن محمود ابو الدهب وكابتن احمد سامي. مكملين مع حضراتكم طبعا كلامنا على مباراه نهائي كاس مصر بين الاهلي والمصري، ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. كابتن احمد قبل الفاصل كنت بكلمك وبسالك على المشاكل الدفاعيه او الاخطاء الدفاعيه اللي كانت موجوده في البطوله العربيه، كابتن حسام البدري اكيد بشكل كبير حلها، وخصوصا قبل مباراه تعتبر مباراه نهائي، يعني ده بطوله انت داخلها، فبالتالي الاخطاء بتبقى لازم ما تبقاش موجوده في هذه المباراه. هو يعني كانت المشكله برضه في البطوله العربيه ان عندك وليد سليمان ومؤمن زكريا هو الوحيد من الطرفين اللي عند الكابتن بيرجعوا يدافعوا مع الباكات. تمام. في البطوله العربيه ما كانش موجود الكلام ده، هم ما كانوش بيلعبوا. فكانت في مشاكل، كان الطرفين ما بيرجعوش مع الباكات، لان الباكات بتخش جوه تضمها مع سرد باكات، فدايما الحتت اللي هو في ظهر الباك دي فاضيه، لان الباك الطرف ما كانش بيرجع يدافع. بتهيألي الماتش ده هتتعالج، لان هم الطرفين الوحيدين اللي بيدافعوا في كل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي هم وليد ومؤمن اللي بيرجعوا دافعوا بيعملوا دبل بريس مع الباك. فبتهيألي لو هم موجودين في الماتش ده طبعا الموضوع ده هيتحل. لو مش موجودين هيحصل مشكله برضه. لان ضروري 50-50 سواء من الناحيه الهجوميه او الدفاعيه، اللعيب بالذات اللي على الطرف لازم يرجع يدافع مع الباك. لو ما رجعش يدافع مع الباك واحد ضد واحد تبقى في مشكله كبيره، خصوصا ان الكابتن حسام الطرف عنده بيخش جوه الملعب بيبقى جنب راس حرب، فالباك بيضطر ان هو يخش جوه. فما بيخش جوه بيفضي الحته دي، لو الطرف ما نزلش دافع بقى باك رايت او باك ليفت تحصل مشكله كبيره جدا. طيب يعني خلينا واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي ويمكن زميل لكابتن احمد سامي وكان زميل ليا في الملعب وزميل طبعا كابتن محمود ابو الدهب، كابتن هشام حنفي نجم مصر ونجم النادي الاهلي ومدير الكره بفريق فاركو، كابتن هشام مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن فاروق على ضيوفك الكرام كابتن احمد سامي.
حبيبك وكابتن حبيبك برضه. يابا يابا في اسكندريه ولا هنا كابتن هشام؟ صيف على طول. لا هو في اسكندريه عشان لا هو بيصيف على طول، ما هو في اسكندريه عشان بيصيف على طول. كابتن هشام منور طبعا قناه الاهلي يعني بيتك، واكيد سؤالي يعني على نهائي كاس مصر والنادي الاهلي، اكيد انت عندك ذكريات يا كابتن رقم واحد، لازم اسالك على ذكرياتك في كاس مصر. والله يا كابتن فاروق انت عارف يعني يمكن الفتره اللي احنا كنا متواجدين فيها فتره موسم 93 94 لغايه 2002 لما مشيت من النادي الاهلي، حصلت على 2 كاس مصر وكانوا مهمين جدا جدا في ذاك الوقت يعني في بداياتي يعني، وانس انك تطلع فريق اول وتحرز بطولات فدي تبقى اكيد حاجه مهمه يعني. طبعا البطوله برضو المفضله عند النادي الاهلي بعد الدوري العام طبعا اكيد مفيش اكيد اكيد يا كابتن هشام، لكن اهم نهائي انت ممكن تكون شاركت فيه في البطولتين دول يا كابتن هشام والمباراه المتذكره منهم؟ المنصوره منصورة ويمكن ابو الذهب كان موجود. أيوة. وكانت مباراه صعبه جدا جدا علينا ولان كمان المنصوره تقدم علينا بهدف ودي كانت صعبه الامور يعني كمان وفوز 100,000 متفرج في الاستاد القاهره ويمكن لغايه الدقائق يعني لغايه الربع الاخير من الماتش قدرنا ان احنا نكسب المنصوره يعني. بس كويس انت فكرتنا ان كابتن ابو الذهب اخذ بطوله كاس مصر ما كانش فاكر. لا قلت لك المنصوره. لا انت لا انت قلت لي انت ما خدتش بطوله كاس مصر. خدنا المنصوره واسوار. وبالتالي كان موجود في اسوار. اوكي ماشي تمام. تمام يا كابتن هشام يعني دي حاجه جميله طبعا. عايز اقول لك كابتن ابو الذهب بيتكلم ان ما شاء الله اي لعيب جوه النادي الاهلي لازم يحصد بطولات طول ما هو موجود داخل النادي الاهلي. طبعا اكيد يعني بص هو اي حد بيلعب في فريق النادي الاهلي لعيبه ومدربين يعني بيحصد البطولات دي حقيقه يعني بيبقى ما حلفوش الحظ اللي ما خدش بطوله يعني اي حد بيبقى موجود بيحصل على بطولات يعني صحيح ودي حاجه انجاز للعيبه كلها اللي في النادي الاهلي وتاريخ للنادي الاهلي كله فاتمنى ان شاء الله البطوله اللي جايه دي بطوله كاس مصر او النهائي مع النادي المصري يعني ان شاء الله يحصل عليه النادي الاهلي طبعا كابتن هشام يمكن من متابعتك بقى للفرقتين فريق النادي الاهلي واخر مباراه امام السموحه وفوز 4-0 وايضا فوز نادي المصري وصوله على حساب الزمالك ايضا بنتيجه تعتبر يعني مش عايز اقول مفاجاه لان فريق المصري فعلا فريق مجتهد هذه يعني العام ده كله سواء في الدوري ممتاز او في كاس مصر ماشي بشكل جيد جدا، تشوف المباراه النهائيه هتكون عامله ازاي كابتن؟ بص مباراه صعبه جدا جدا وانا كنت سامع يعني احمد سامي بيتكلم في التحليل الفني للمباراه وفريق المصري تحديدا ان هو لاعبهم كتير فهو حافظ طريقه اللعب واتكلم عليهم بشكل فعلا يعني واضح جدا وشكل مهم قوي للجهاز الفني للنادي الاهلي هو لعبهم وادرى بيهم وعارف طرق لعبهم ماشيه ازاي ولازم يعني حتى انا كنت اتكلم معاه قبل كده في كذا مره قال لي بيلعبوا بطريقه مختلفه جدا اللي مش هيبقى مذاكر فريق المصري كويس هيتخطف في الملعب جامد جدا فاهم حاجه انك تبقى مذاكر لهم كويس قوي وفعلا عايز اقول لك حاجه ان الفاينل هم الفرقتين الجاهزين ان يوصلوا هو كان الاهلي والمصري يعني رغم ان المصري كان مبطل بقى له فتره مريح لكن هو على درجه استعداد كبيره جدا بيتمرنوا كل يوم انا في اسكندريه وهم قاعدين هنا جنبنا في اسكندريه بيتمرنوا على طول في برج العرب جنبنا حاجزين الاوتيل السنه كلها فهم متواجدين حتى لو هو بيريح اللعيبه فبرضه بيريحوا ايه بالروتيشن زي ما بيقولوا ان هو بيريح ناس ويلعب ناس ويمرن ناس وبيقوي على ناس وبيشد على ناس وبيريح ناس فهو عامل التوليفه دي كويس قوي عشان كده هم كانوا اجهز من نادي الزمالك في المباراه نفس الشيء النادي الاهلي، النادي الاهلي فعلا هو الاجهز بطوله في البطوله العربيه في نهائي كاس مصر اتمنى ان الاهلي يحصد عليها لان هو الاهلي محتاج البطوله دي قوي الفتره دي وانا عارف ان المصري برضه محتاجها لكن النادي الاهلي هيبقى بقى له فتره كبيره جدا جدا ايضا زي النادي المصري ما خدوش البطوله هم الفرقتين احلى من بعض صراحه يعني ان هو يوصلوا للمرشل النهائي دوت فهم الفرقتين احسن من بعض اللي هيأدي زي ما احمد سامي قال وشرح وابو الذهب اتكلم برضه اللي هيأدي باسلوب ان هو يبقى مركز جدا في المباراه الفرصه اللي هتجيلك مش هتتعوض خلي بالك الفرصه اللي هتيجي ما تتعوضش فدي مهمه جدا جدا كل الامنيات ان احنا نشوف مباراه كبيره لان هتبقى مباراه كبيره فعلا يا فاروق. طيب كابتن هشام يعني في المباريات النهائيه دايما اللاعبين بيبقى ليهم دور كبير جدا طبعا بعيد طبعا عن ان في دور طبعا مهم الخططي والتاهيل النفسي والبدني بالنسبه للجهاز الفني لكن اللاعبين مع بعض اكيد تتذكر انتوا كنتوا بتقعدوا مع بعض زي قبل مباراه نهائيه زي كده اكيد اللاعبين نفس الوضع هيبقى تقريبا موجود كابتن هشام. بص يا فاروق هو نفس الترتيب ونفس المعيشه يعني نفس المكان اللي هيباتوا فيه نفس الاكل اللي بياكلوه انت عارف كلنا كنا كده دايما ما بحبش ما حدش بيحب يغير اي حاجه من اللي متعود عليها هتلاقي كل اثنين هم مع بعض هتلاقي النوم لو حد بينام مثلا متاخر هينام متاخر لو حد بينام بدري هينام بدري
هو نفس الاجواء، لان انت عارف ده تعود خلاص يا فاروق، يعني هي، لكن هيبقى بدرجه كبيره شويه، بدرجه فيها اهميه كبيره شويه، لان مباراه مهمه ومباراه مصريه، مباراه ببطوله. لكن صدقني يعني النادي الاهلي دايما متعود على المواقف دي، هو مش جديد عليه، يعني مش مثلا ايه، مع احترامي لاي فرقه تصعد للنهائي كاس مصر بالنسبه له، لا ده الامل والضغط وشد اعصابه والجماهير معاه والضغط الاعلامي، لا النادي الاهلي متعود اصلا على كده من الصغر، احنا متعودين على كده. صحيح. فبالتالي الامور للنادي الاهلي هتبقى يعني فيها مرونه شويه. طيب. عكس المصري شويه، المصري هيبقى مشدود. صحيح. بقاله اكتر من 19 سنه ما خدش بطوله، ما وصلش النهائي، فهو بالنسبه له هيبقى مشدود اكتر. جماهيره حاطه امال كبيره جدا، عليه ضغط عليه بشكل كبير جدا. لكن برضه في النهايه لازم نحييهم ان هم وصلوا لكاس مصر. طبعا. لكن زي ما قلت لك الفرق ده ما بين الاهلي والمصري. طيب تفتكر يا كابتن اللي يسهل على النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي في اليوم ده الحصول على البطوله او انه يحسم هذه المباراه، ايه اللي تفتكر يا كابتن هشام او ممكن تقوله او تنصحه للاعبين ايه؟ من وجهه نظري النادي الاهلي يحرز هدف بدري، ده نمره واحد. نمره اثنين، السكند بول لازم تاخدها على طول. يعني لازم دايما بتلعب على السكند بول، ما تديش المصري ان هو يهاجمك خالص، انت تضغط عليه من البدايه. انت الاثنين واصلين لفورمه عاليه جدا، لياقه بدنيه، الاثنين واصلين لاعلى حاجه، اعلى فورم. فبالنسبه لنا ان احنا لازم نضغط على النادي المصري من الملعب، من النص الملعب بتاعهم، ما ندهمش مساحه ولا نديهم يعني فراغات في الملعب ان هم يلعبوا عليها. يعني لو كره طوليه، لو بس حد بيستلم وبيلف بالكوره ويواجهك، دي هتبقى مشكله، لان هم برضو واقفين على رجليهم كويس قوي. فبالتالي انت يبقى اول حاجه احفظ الهدف. نمره اثنين، السكند بول لازم تاخدها على طول. طول ما بتلعب كوره طوليه وبتتربط، انت لازم تبقى انت المستحوذ عليها دايما، فدي هتفرق ودي هتبرجلهم على طول. يعني اكيد كابتن هشام، لو عايز كابتن ابو الدهب وكابتن احمد سالم عليهم كده، انت بقالك فتره اكيد ما شفتهم. طبعا انا بكلم هشام على طول. اكيد بقالك فتره ما شفتش ابو الدهب واحمد سالم، لكن بس احمد جه لك اصله كمان. هم الاثنين طلعوا مع بعض. هم الاثنين طلعوا في وقت واحد. صحيح. كابتن هشام يعني طبعا بتنورنا وبتشرفنا دايما في قناه الاهلي. كابتن هشام حنفي نجم الاهلي السابق ونجم منتخبنا الوطني ايضا ومدير الكره فريق فاركو. كابتن ابو دهب، التشكيل المتوقع ممكن تتوقعه كابتن حسام بدري يبتدي بيه؟ كان اتوقع ان الكابتن حسام هيلعب بشريف اكرامي، رامي ربيع، محمد نجيب، باسم علي، وعلي معلول، وحسام عاشور، والسوليه، في وليد سليمان، وعبد الله سعيد، وحمودي، واجاي. حمودي يبتدي كابتن؟ يعني لعيب كويس. ممكن الكابتن حسام عاوز يديله بشكل كبير جدا، لكن زي ما قال الكابتن احمد سامي، انا شايف ان وليد سليمان ومؤمن زكريا دورهم كبير جدا في الفرقه، يعني هو بيهاجموا وبيحاولوا يرجعوا في الهجمه، ان هم بيملوا الفراغات. غير حمودي ما بيدافعش بشكل يعني لا، هم يمكن هم الاثنين دول اهم اثنين موجودين في الفرقه، اللي هو وليد سليمان ومؤمن زكريا، ان هم في حاله بتشوفهم الكابتن بيدافعوا وبيهاجموا بشكل كبير جدا. زي ما قال الكابتن احمد سامي ان انت عم في عمليه ترحيل، خلي بالك الكابتن حسام حسن برضو من اللعيبه اللي بتذاكر الفرقه اللي قدامها بشكل كويس. صحيح. ان هو عاوز يسحب، ان هو ممكن عاوز يفتح مساحه او يفتح مساحه خلف الباك رايت او الباك ليفت، ان هو يقدر يدخل علي معلول جوه، وعلى اساس ان في احمد جمعه بيتطرف او في الشيبي بيقدر يروح من تحت لقدام، فيمكن هم الاثنين دول من اهم الاثنين اللي موجودين في الاطراف، فاعتقد ان هو ممكن يلعب وليد سليمان وام زكريا في المباراه دي. لكن كابتن احمد، يمكن صالح جمعه وتالقه ووجوده بجانب عبد الله السعيد في اوقات كتير، دي ورقه من الورق اللي ممكن كابتن حسام بدري فيها ريسك بشكل كبير. ايه الريسك اللي موجود؟ الاثنين ما هيبقوا يعني ايه، الاثنين في نواحي دفاعيه هيبقوا عبء على الفرقه لو الاثنين لعبوا مع بعض. يعني انت من واحد فيهم ما بتحبهاش؟ لا يعني واحد فيهم، بس هو لما بينزلوا مع بعض لو في مشكله ومغلوب لازم ياخد الريسك. لكن انا طبعا انا ضد ان الاهلي، خلي بالك ماتشات الكاس في النهائي دي، وخصوصا انت بتلعب المصري بالحاله البدنيه دي، هتبقى مشكلة كبيرة جدا لو انت ضغطت وفضلت تضغط عليهم من الاول. لازم تطول الماتش، يعني لازم تاخد وتدي معاهم شوية، ما يبقاش انا نازل ضغط، انا نادي الاهلي ولازم اكسب وخلاص. لا الماتشات دي لان الكورة المرتدة بتاعت المصري اخطر حاجة فيهم. الكورة المرتدة بتاعت المصري مشكلة كبيرة جدا، هيسيبك يعني تضغطه، بس الكورة المرتدة عنده لعيبة صغيرة وسريعة وانت خصوصا تمركزك وانت بتهاجم في نوع الدفاع وحش. يعني دايما الاقي التمركز ان الخطوط الدفاعية مش كويس، واحنا والاهلي معاه الكوره، والاهلي معاه الكوره بيدافعوا وحش، مفيش تغطيه جبهات كويس. يعني المنافسه السلبيه اللي انا كنت بتكلم عليها كابتن، هل كابتن حسام يقدر يحلها في المباراه دي بالذات؟ نوايا اللعيبه، ما هو انا بقول لك في عندك نوايين، ما مؤمن وهم دول اللي انا شايفهم مميزين فيها. يعني انت بتحطهم في التشكيل الاساسي؟ لازم يتحطوا في الماتش زي ده، لان الماتش زي ده لو اللعيبه الاطراف ما رجعتش تدافع هيحصل ثغرات كبيره.
بس، وخصوصا ان هي مش موضوع هي ان انا تنظيم خط الظهر بس، لازم تنظيم خط تنظيم النواحي الدفاعيه للفرقه كل الخطوط. ما ينفعش انا اقول خط الظهر هو اللي مسؤول عن، لا، الفرقه كلها في النواحي الدفاعيه ما بتبقاش متمركزه كويس. يعني الموضوع مش خط ظهر بس، لا، موضوع ثلاث خطوط من النواحي الدفاعيه ليها كلهم واجبات. طب بالنسبه يعني المباراه القادمه طبعا مباراه مهمه، لكن بالنسبه للصفقات اللي جت يا كابتن احمد كابتن محمود، تعوض المشاكل دي وتعوض كمان غياب نجوم ممكن تكون انتقلت لانديه ثانيه زي عمرو زي حسام غالي. وانا عارف انها مش تلعب الكاس، ولكن وانا بشتري انا بتكلم ما بعد الكاس، وانا بشتري لعيب حته كلهم لعيبه كويسه جدا وكلهم، بس النواحي الدفاعيه مهمه جدا في اللعيبه يا جماعه، اللي هي خصوصا في النواحي الهجوميه، لان دايما بلاقي اغلبيه المشاكل اللي بتحصل، اغلبيه المشاكل اللي بتحصل ان اللعيب الناس اللي فوق معلقه قدامه ما بتدافعش، وبتدافع لك ايه على فترات يعني، ممكن واحده بقى يتنحرى شويه يروح نازل، لا وواحده لا، ما ينفعش. مش على الحلوه بس يعني الكوره مش على الحلوه بس، لان عندنا مشكله برضو مع بعد اذنك يا محمد، عندنا مشكله اللعيب المصري بغض النظر اهلي زمالك منتخب اي حاجه، اللعيب المصري كوره وهي مقربه منه وهي كوره معاه لعيب عالمي، والكوره بعيده عنه ما مش موجود خالص، لا واحد تخطيها ولا بتبقى في مشاكل في سرحان في توقع، بيقول لك انا اسرع منه، انا نادي الاهلي، ما يعني مباراه زي كده مش محتاجه الكلام ده، هي فيها قبل فاروق كمان، لا 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 بيحصل الكلام ده كل لعيبه المصريه كده، الكوره معاها لعيب عالمي، الكوره مش معاها العقل الاحترافي اللي موجود المفروض عند لعيبه النادي الاهلي اللي هو نادي البطولات اللي موجود في التوقيت الحالي واحسن نادي جاهز تقريبا يا كابتن. لا مش كل الفرق يعني، النادي الاهلي مش 30 لعيب برضه، لعيبه كويسه كلها، بس النواحي الدفاعيه في ال 30 لعيب مش كلها زي بعض، مش كلها زي بعض طبعا. طبعا كابتن كنت عايز اقول يعني انا كنت عايز اقول لك على حاجه، ان انت الطرفين بتاعك لازم يكون سادد الفراغات، لان انت كابتن حسام بيلعب في حاجات بيعملها، يمكن هم بيلعبوا الطويله كابتن على الاطراف، يعني عندك اي محمد ايمن منصور بيلعبها طويله، بيلعبوا يعتمدوا على احمد جمعه في الطرق وبيعتمد على السرعات، يمكن احنا شفنا الجون اللي جه في الدوري في النادي المصري جه من ورا محمد هاني، يعني هو بيعتمد عليها بشكل كبير جدا، ان في فيرود او في واحد بياخد الباك ويخش وبعدين واحد بيطلع بتتلعب له طويله، هم عندهم الحته دي. حاجه ثانيه يا كابتن، ان الكابتن حسام بدر اكيد مذاكر فرقه النصر وعارفها كويس، انه يخلي باله ان الناس دي بتلعب بالسهل، ان هم ما بيحاولوش ان هم يالفوا ورا يا كابتن احمد، لا ما بيحضروش، ما بيحضروش يا كابتن، بيشيلوا الكوره من بدري على اساس ما بينقلوا الكوره بتاعتهم لنص ملعب، لنص ملعب عشان هم بيحاولوا يبدا الهجمه من نص ملعب، هم كمان بيحاولوا يبعدوا الخطوره عن جونهم يا كابتن. يعني ده كلام الكابتن حسام والكابتن ابراهيم، زي ما كانوا متعودين يكلمونا واحنا في الملعب، يقول لك ان انت شيل الكوره من عند 18، فدي نقطه مهمه جدا لازم النادي الاهلي يخلوا باله منها كويس. لكن انت بتشوف كابتن جزئية اللي بيتكلم فيها كابتن احمد وحلها في رجوع اتنين، سواء بقى مين هم، ولكن الافضل هو كابتن احمد بيتكلم على وليد سليمان، لا هم الاثنين الوحيدين اللي بيعملوها، خلي بالك حمودي بيعملها على فترات، وحتى صالح جمعه اي يعني، حتى احمد الشيخ الجديد حتى مش هيلعب طبعا الماتش، بس برضه من الناحيه الدفاعيه ما بيرجعش يدافع، يعني في دي مشكله كبيره. بكلمك في الرباعي ده وحلها، لان هم مش هيلعبوا اول ماتش، ولكن ما بعد كده للنادي الاهلي كمشاكل ممكن تكون دفاعيه، خصوصا بعد ما طبعا احمد حجازي ما بقاش موجود، ما بعد ما بص حجازي موجود مش موجود، لو ما بترجعش يدافع وكتوت ثلاث خطوط، مش حجازي هو اللي بيشيل بيلعب ثلاث اربع مراكز، الموضوع ده مش موجود. لكن انا بقول لك يعني حجازي موجود او مش موجود، لازم يبقى مواصفات اللعيب اللي بيلعب في الحته دي، وخصوصا لعيب نادي الاهلي لازم الحته الدفاعيه تبقى 50% زي الحته الهجوميه. صحيح كابتن محمود، يعني في المباراه النهائيه تحب مثلا انت لو عايز تنصح لاعبين، خصوصا انت نجم كبير وخبره كبيره في هذه المباريات والمباريات النهائيه، المفروض بتقول لهم ايه او انت بتنصحهم بايه في هذه المباراه؟ رقم واحد يا كابتن، انت انا ببقى كلاعب عايز اعمل مباراه، انا عايز احرز بطوله تتحط في سجلي او تتحط في تاريخي ان انا احرز بطوله في النادي الاهلي. الحاجه الثانيه يكون تركيزي شديد كبير جدا في الملعب، احاول ان انا ما اغلطش، الغلط بتاعي يبقى قليل. الحاجه الثانيه بلعب بالكره لمسه من لمسه واحده، او العب السهل، ما احبش يعني اضغط على فرقه النادي المصري. عايز اقول لك على حاجه كمان، فرقه النادي المصري من الفرق الكبيره، انا بصراحه يمكن احنا لو شفناها في الكاس كابتن احمد كانت مطلعه فرق كبيره جدا في الكاس، يعني مطلعه الانتاج الحربي، انبي، الزمالك، سموح، وانبي صح، مطلعه انبي، فيمكن هم عاملين نتائج كبيره بشكل كويس جدا. احترم الخصم. الحاجه الثانيه ان انا ما اعتمدش على التاريخ، ان انا لا، الكاس مشروع يعني حق مشروع لاي فرقه،
وطموح مشروع عند الفريقين. عايز اقول لك حاجه، يمكن هو فرقه النادي المصري مشحونه شحنه كبيره جدا، دي ممكن تكون سلاح ذو حدين، اللعيبه خبرتها قليله طبعا، عارفين ان هم بيلعبوا فرقه كبيره زي النادي الاهلي. انا بنصح لعيبه النادي الاهلي، انت لعيب كبير وعندك ثقه، ان شاء الله ربنا يكرمهم ونكسب ان شاء الله. طيب يعني ان شاء الله، يعني اكيد كل التمنيات ان احنا نبقى في احسن حالاتنا، لان مهم جدا يا كابتن احمد الحاله البدنيه والحاله الفنيه في اليوم ده للاعبين هي اللي هتفرق كتير، وتساعد كابتن حسام بدري في تطبيق اي خطط ممكن يكون عملوها. ده اللي احنا نتمناه ان شاء الله، والفوز يبقى حلفنا. عايز اكلمك بقى بكره في مباراه مهمه كلاسيكو، لازم اكلمك دقيقه كده قبل ما نختم معاك كابتن احمد وكابتن محمود، رايك في المباراه بكره؟ انت الاول ايه؟ لا انا تبع الريال. ماشي، هشام عرفي برضه تبع الريال. لا ما هو الريال انا شايف ان هو مع يعني في حالتهم كويسه الفتره دي، يعني بياخدوا بطولات الفتره الاخيره، وبعدين زيدان بقى يعني ايه متحكم في الفرقه، ممكن يطلع رونالدو ما يطلعوش، يعني بقى يعني ايه ماسك الفرقه مش زي ما بيخافش من اللعيبه، فدي مهمه جدا بالنسبه له. انا واحد تكتيكيه، انا مش شايف ان فيه ميزات كبيره قوي في الريال في ناحيه التكتيك، هو التكتيك بتاعهم هو موجود، مفيش جديد. بس هو في انضباط شويه، في انضباط شويه، لان هو زي ما قلت لك شخصيته مفروضه على اللعيبه، فحاسس ان ربنا يسهل ويكسبه. المباراه الاولى في الكامب نو صعب برضه يا كابتن احمد، مش يعني انت ما تقوليش انت كمان ريالك. انا ريال والله برضه، مفيش حد دخل النهارده على الاستاديو. لا عارف انت ريال، انت سعيد انت بتتفرج على المتعه ان انت هتتمتع. لا هو صراحه السنتين اللي فاتوا مع زين الدين زيدان مختلف كمان، ان انت لما يكون زيدان ماسك الفرقه ان انت مبسوط، يعني تتفرج على الريال من قبل كده ان انت بتحبب الريال انه بتلعب كوره، بتتمتع بالماتش، مش عايز الماتش يخلص. حتى في ماتش كان في البطوله في امريكا الود الفجر، كل الناس كلها مستنيها. لا برشلونه متعه برضو يعني. لا مش برشلونه، لا بس انت بتتفرج على مباراه مش عاوزها تخلص يا كابتن عم. 90 دقيقه، 90 دقيقه بيتلعبوا بشكل كبير جدا، ما انتش عارف كمان ال 90 دقيقه مين اللي هيكسب. صحيح، يعني دي ميزه ان انت في الماتش الدوري. لا انت خلاص متهيألك انت عشان لا يعني لا 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 ايه برشلونه شكله هيكسب. انت ما هو كام بنوبه لكن في البطوله نفسها كلها. لا لا طبعا بس انت عاوز، انا عاوز الريال يكسب عشان زيدان، يعني فرقه شخصيه محترمه، في حاله حب بين اللعيبه، يمكن اللعيبه كويسه، اللعيبه ماتش ما انتش عاوزه يخلص، مصر كلها بتستناه، فدي بتبقى حاسس ان انت بتتفرج على وجبه دسمه يعني. صحيح صحيح. لكن توقعاتك للمباراه والبطوله نفسها؟ لا انا بتمنى، مش فيش توقع، بس انا المباراه دي ما لهاش توقعات. بس توقع برضه يا كابتن محمد، فرقه تخاف يعني، برشلونه تخاف منها برضه يعني، عندهم لعيبه كويسه طبعا. يعني هيبقى فرقه كبيره. لا ما اقصدش يعني، حرام عليك طبعا نيمار مشي انت عارف. لا برشلونه مشي قبل كده وبرضه برشلونه فرقه جامده جدا. برشلونه هيكسب ازعل منك كده. طب خلاص يبقى الريال يكسب. انا هتشرفت ربنا يخليك دايما بستمتع بيك وبوجودك، دي حاجه مميزه. كابتن احمد بشكرك برضه وبشرفك. يعني اكيد انا بستمتع بنجوم مصر اللي بيبقوا موجودين ومثلوا النادي الاهلي في وقت من الاوقات وحصلوا على بطولات مع النادي، سواء بقى دوري او كاس. ودي دايما زي ما بنتكلم، اي لعيب موجود داخل النادي الاهلي او جدران النادي الاهلي بيحقق مجد شخصي ليه، ومجد طبعا للكيان الكبير ده، وبيضيف ليه طبعا بشكل كبير. لكن طبعا احنا نتمنى ان شاء الله المباراه القادمه يبقى فوز للنادي الاهلي، وبطوله ان شاء الله تتضاف وتبقى ثنائيه هذا العام في البطولات المصريه. فبالتالي يا رب اللاعبين يبقوا في احسن حالاتهم البدنيه والفنيه في هذه المباراه. اكيد مكملين معاكم من خلال استاد الاهلي كلامنا على المباراه حتى ان شاء الله يوم المباراه يوم الثلاث. واكيد دايما زي ما احنا بنتكلم، الاهلي فوق الجميع، والسلام عليكم.